السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا، أتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا. البكالوريا راه ما تبقى لهاش بزاف يا طلبة، فبالتالي اللي مازال ما بداش يحفظ كون يبدأ يحفظ من الآن، راح يدي نقطة جيدة في مادة التاريخ والجغرافيا. والله صدقوني أنه كون تبدأ من الآن وأنك تريفيزي بذكاء وتعرف واش تريفيزي في مادة التاريخ والجغرافيا، والله غير مازال لك الوقت الكافي انك تدي 16-17 نورمال. فبالتالي التركيز ثم التركيز، نبدأ على بركة الله. قبل ما نبدأ، هو انه فيما يخص مصطلحات الوحدة الثانية راني درتها من قبل، نخلي لكم الرابط اسفل التعليقات. ايضا الشخصيات المهمة والتواريخ نخلي لكم الرابط اسفل التعليقات. وايضا رايح ننبهكم الحاجة، فيما يخص المصطلحات ما لازمش عليكم انكم تحفظوها برك، لازم تفهموها. بالاضافة ايضا في بكالوريا 2015 مدوا لهم مصطلح صيغ التقارب. ما معنى صيغ التقارب؟ صيغ التقارب هذا انك تقدر تعرفه من خلال انك لما درست انت الحرب الباردة، راح انك تعرفه عادي حتى وانك ماكش حافظ هذا المصطلح، من خلال انك حافظ انت الحرب الباردة دروسها، انك راح تعرف على هذا المصطلح. ما معنى صيغ التقارب؟ صيغ التقارب هي عبارة عن سياسة الوفاق بين المعسكرين اللي ظهرت في 56 في إطار التعايش السلمي، فبالتالي ماهيش حاجة صعيبة. اتفقنا. القطبين، الكتلتين، هذو كامل عندهم نفس التعريف، القطبين، الكتلتين، المعسكرين، إلى آخر ذلك. نبدأ على بركة الله. عندكم الحرب الباردة، عندكم الثنائية القطبية، كل مصطلح أفهموه. أفهموا ما معنى الحرب الباردة، أفهموا ما معنى الثنائية القطبية، إلى آخر ذلك. عندكم الصراع الإيديولوجي، الغرب، الشرق، الستار الحديدي، سياسة ملء الفراغ، مبدأ ترومان، مشروع ماريشال. فمثلا نعطيكم طريقة، جيبوا ورقة رسم، حطوا المصطلحات تاع الاتحاد السوفيتي وحدها، مثلا الكوميكون، كيمينفورم، إلى آخر ذلك، جادانوف، حطوهم وحدهم، مثلا الأحلاف العسكرية كحلف وارسو، حطوه مثلا مع الاتحاد السوفيتي وحده. بهكذا انكم تفهموا تاع أمريكا وحدهم وتاع السوفيات وحدهم. عندكم ايضا مشروع ايزنهاور والحلف الاطلسي، حلف بغداد، حلف جنوب شرق اسيا، عندكم حلف وارسو، منظمه كوميكون، الكيمين فورم، مبدا جادانوف، الازمات الدوليه، الاحاديه القطبيه، عندكم النظام الدولي الجديد، حركه عدم الانحياز، سياسه الاحلاف، قمه مالطا، يالطا، الشرعيه الدوليه، وعندكم المنظمات الغير الحكوميه، المنظمه العالميه للتجاره، عندكم التعايش السلمي، هيئه الامم المتحده، مجلس الامن، مؤتمر بوندونغ، الامبرياليه، الليبراليه، الشيوعيه، وسياسة الاحتواء، سياسة التكتل، وسياسة المشاريع، وسياسة التطويق، وسياسة الاستقطاب. يعني كل هذه المصطلحات أنك أضرب عليها طلة، أفهمها، مكش أنك تحفظها فقط، ولازم عليك أنك تفهم ما معنى سياسة الاحتواء، سياسة ملء الفراغ، سياسة التكتل، سياسة كل ديرة موحدة وأفهمها. أتمنى أن الفيديو كان مفيد لكم يا طلبة، فبالتالي اللي ما عندوش مصطلحاتها، مصطلحات الوحدة الأولى. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء. وأي استفسار خليولي التعليقات أسفل الفيديو، وبالتوفيق.